بسم الله. النهاردة هنحل امتحان الفصل الثاني فيزياء 10 متقدم 2022-2023. تعالوا نشوف الأفكار ومعظمها أو كلها كنا قلناها في الفيديوهات اللي شرحناها. طيب تعالوا سريعا كده عشان ما نطولش في الفيديو. أول سؤال كان بيقول لي إيه؟ جايب لي شحنتين بينهم المسافة 20 سنتي، وبعد كده بيقول لي إيه اللي هيحصل للقوة ما بينهم. بيقول لي القوة ما بينهم بإف، فبيقول لي إيه اللي هيحصل للقوة ما بينهم لما الآر بينهم تبقى 10. فأنا عندي الآر 1 بعشرين سنتي والآر 2 بعشرة سنتي. فباللوجيك كده أنا عارف إن العلاقة ما بين الإف والآر علاقة عكسي مع التربيع، يعني لما الآر قلت فأكيد الإف هتزيد. فتعالوا نشوف هتزيد بقد ايه. فالمفروض ان هي هتزيد بمقدار الار قلت للنص وهي تحت التربيع، فالاف المفروض هتساوي 1/1/4، يعني هتساوي 4 اضعاف اف 1. الاف 2 هتساوي 4 اضعاف اف 1، وانا عندي الاف 1 هو بيقول لي ان هي باف، ففي الاختيارات هتبقى الاف 2 بتساوي 4 اف، اللي هي اف 1. يا اما نحلها باف 2 على اف 1 يساوي ار 1 تربيع على ار 2 تربيع، اللي هي دي العلاقه العكسيه. لما يبقى هنا 2 فيبقى هنا 1، وطبعا مع التربيع. فالاف 2 هي اللي انا عايزها، هتساوي الار 1 اللي هي ب 20 تربيع على الار 2 اللي هي 10، والاتنين تربيع، فممكن احط التربيع على القوس كله. وهو قال لي ان القوة الاولى بإف، فضربت ديت هنا فطلع لي 20/10 اللي هي 2، واتنين تربيع يعني 4، فطلعت ب4 إف. فدي اول سؤال. تاني سؤال بيقول لديك 4 اسلاك توصيل من نحاس وذهب وفضة وبلاتين متساوية في الطول اللي هنفس مساحة المقطع وفي درجة الحرارة نفسها، وصلنا كل منها منفردة في دايرة كهربية مغلقة مع مصدر فرق الجهد نفسه، بحيث كانت قيم التيار المرة في الأسلاك كما في الجدول، ومديني قيم للتيار اللي ماشي في كل سلك. فهو عايز مني إيه؟ أي من الأسلاك الأربعة له أعلى مقاومة. فأنا عارف اللي بيبقى ليه أعلى مقاومة بيمر فيه أقل شدة تيار، فهشوف أنهي أقل شدة تيار فيهم، هلاقي البلاتين. طيب المسألة اللي بعد كده بيقول لي وضع ساق موجب الشحنة بالقرب من كرة معدنية معزولة. يعني لو أنا عندي كرة معدنية عاملة كده وحطيت ساق موجبة الشحنة، وخلي بالك قال لي بتقريب هنقرب الساق ديت من الكرة المعدنية، وبيقول لي الكرة متصلة بالأرض يعني مقردة. عندما يتم قطع الاتصال بالأرض، يعني أنا هشيل التقريض أول حاجة، وبعدين ثم إزالة الساق المشحون، يعني هشيل ده تاني حاجة، ما هو المخطط اللي يوضح الشحنات على الكرة بعد إزالة الساق المشحون؟ فإيه أول حاجة بتحصل لما بقرب الساق؟ بتبدأ الشحنات المختلفة تنجذب والشحنات المتشابهة تتنافر، فالأرض هتشوف إن فيه هنا نقص إلكترونات فهتبدأ تديها إلكترونات. بعد كده لما أبدأ أشيل الأرض فأنا محافظ على الشحنة اللي هناك دي مقيدة. بعد كده لما أبدأ أشيل الساق فهيطلع لي ان الكرة في الاخر بأمين العدد الزيادة فيها السالب. فالمخطط اللي بيوضح هتبقى الكرة وهي سالب، وطبعا طالما بعدت الساق المشحون فالشحنات اللي موجودة على الكرة هتتوزع بالتساوي عليها، مش هتفضل محبوسة في مكان معين عليها. طب السؤال اللي بعده بيقول لي جايب لي رسم بياني ما بين الدلتا في
وما بين الكيو، ولكن خلي بالك كاتب لي هنا كيو مضروبة في 10 أس سالب 6 كولوم، فجايب لي عن محور اكس الدلتا في 14 28 42، وعلى المحور واي الكيو 10 20 30 مضروبة في 10 أس سالب 6 كولوم. طيب هو عايز ايه؟ بيقول لي عندما يكون فرق الجهد لشحن 35 فولت، يعني انا هشحن المكثف ده بفرق جهد 35 فولت، فبيقول لي ايه مقدار الشحنة اللي هتتخزن في المكثف؟ فال 35 هتبقى فين على محور اكس؟ انا عندي كل مربع ب 14، يعني نص مربع ب 7، يعني ادي 7 ادي 21، وبعد ال 28 زائد 7 دي 35، يبقى هاجي عند النص ما بين 28 و 42، هاجي من عند ال 35 واطلع اخبط في المنحنى هشوف ان الكيوب كام، فهلاقي ان هي في الوسط ما بين ال 20 وال 30 فهتبقى 25، ولكن خلي بالك المحور الواي كله مضروب فيه 10 اس سالب 6. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي يبين الشكل شحنتين معزولتين متساويتين في المقدار ومختلفين في النوع، اي من المخططات يمثل الاتجاه الصحيح المجال الكهربي؟ يعني انا عندي شحنتين موجبة وسالبة ومديني نقطة هنا اسمها ايه، وعايز اجيب اتجاه المجال عندها. فاحنا لما كنا شرحنا خطوط المجال قلنا لما تيجي تحط نقطة عند اي حتة في المجال فهتتأثر بقوة في اتجاه مماسي لخط المجال، يعني لو حطيت النقطة دي هنا هتتأثر بقوة عاملة ازاي؟ هتتأثر بقوة عاملة كده، كأن دي دايرة وده نص القطر، والمماس اللي هو بيبقى عمودي على نص القطر، فكأن دي دايرة وده نص القطر، فالمماسي هيكون عمودي، يعني هتبقى بشكل أفقي كده، لكن الشكل اللي هو كده ده مش مماسي لخط المجال، يبقى المماسي اللي هيكون بشكل مستقيم، وطبعا رايح من الموجب للسالب. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول اي صف من الصفوف التالية يصف بشكل صحيح نوع الكميات الفيزيائية المجال والقدرة؟ فالسؤال ده كان في الهيكل، عايزك تعرف ان المجال كمية متجهة، وطبعا القدرة مش بتحتاج ان انت عشان تحددها تحدد مقدار واتجاه، هو مقدار بس، فالمجال كمية متجهة والقدرة كمية قياسية. تمام السؤال اللي بعد كده، اي من التالية يمثل وحدة قياس شدة المجال الكهربي؟ طيب جايب لي هنا وحدات وبيلخبطني، جاب لي نيوتن في كولوم، ودي اعتقد اللي معظمكم غلط فيها، هي الاي بتساوي اف على كيو داش، يعني بتساوي نيوتن على كولوم مش نيوتن في كولوم، فنيوتن في كولوم غلط. طيب تعالوا نشوف القوانين بتاعه الاي، احنا عارفين ان الدلتا في بتساوي اي اف دي، فالاي بتساوي دلتا في على دي. طب الدلتا في الفولت، طب الدلتا في بتساوي فولت بتتقاس بالفولت والدي بالمتر، فهل عندي في فولت على متر؟ لا. طب تعالوا نفك الدلتا في بتساوي ايه؟ دبليو على كيو داش. طيب الدبليو بيتقاس بالجول والكيو داش بالكولوم والدي بالمتر، فالوحدة الصحيحة هي اول وحدة اللي هي جول على كولوم في متر. طيب السؤال اللي بعد كده، يكتسب ساق البوليثين شحنة سالبة عند دلكه بقطعة من القماش، اي من العبارات بيوضح دلك الساق ده؟ فطالما هو اكتسب شحنة سالبة وبالتالي انتقلت الالكترونات من القماش لساق البوليثين، يبقى بتنتقل الالكترونات من القماش الى ساق البوليثين. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي انا عندي 3 شحنات A و B و C وكلهم متماثلين ووضعوا كما في الشكل، اي من المخططات هيمثل اتجاه القوة الكهربية المحصلة على انهي كرة؟ الكرة C. فهو مديني ان الكرة A موجبة والكرة B سالبة والكرة C موجبة، فهو عايز المحصلة على الشحنة C، فC دي بيأثر عليها كم قوة؟ ال A وال B،
دي موجبة ودي موجبة فيحصل تنافر، فقوة ايه على على السي هتبعدها لبر، دي سالبة ودي موجبة فيحصل بينهم تجاذب هتشدها لناحيتها فوق، وبالتالي لما يتأثر بقوتين واحدة لفوق واحدة شمال، وبالتالي القوة المحصلة هتكون ما بينهم، فهيكون أول اختيار. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول: لو انت يطلق قطار صفارته اثناء اقترابه من مراقب ساكن، اي من صفوف الجدول التالي يبين التغيرات الصحيحة في التردد والطول الموجي لصوت صفارة القطار كما يسمعها المراقب؟ يعني انت دلوقتي عندك مصدر بيقترب من مراقب ساكن، فايه اللي هيبدأ يحصل؟ اكيد الاف دي هتزيد، يعني التردد اللي هيسمعه المراقب هيزيد، وبما ان العلاقة ما بين التردد والطول الموجي علاقة عكسية، فلما التردد يزيد الطول الموجي هيقل. طيب بيقول لي: في الشكل المجاور نتيجة وجود الشحنات الكهربية بيلتصق الشريط بي بالمشط، ولكن الشريط اكس بيبتعد، فلو الشريط اكس موجب، فدلوقتي انا عندي الاكس موجب ولما حطيته جنب المشط تنافر، فمعنى كده ان المشط موجب، ولما حطيت الواي مع المشط تجاذب، فمعنى كده ان الواي سالب، فيبقى الشريط واي سالب وشحنة المشط موجبة. طيب يظهر الشكل المجاور جسم كروي معزول يحمل شحنة موجبة، اي من الجمل الاتية صحيح؟ خلي بالكم من دي قوي. احنا قلنا ايه الفرق ما بين الموصل والعازل، وده كان سؤال في الهيكل. الموصل الشحنات بتنتقل فيه بسهولة، في الكترونات حرة، فلما بتديله شحنة على طرف من طرفيه، الشحنات دي بتتدفق في كل المادة، ده لو موصل. طب لو عازل، لما انت بتديله شحنة في مكان معين بتفضل الشحنة ديت على المكان ده وما بتتحركش الباقي الجسم. طب انا شفت هنا ان هو مشحون بشحنة، والشحنة ديت موجودة في مكان واحد مش متوزعة في كل الجسم، فافهم من كده ان الجسم ده موصل ولا عازل؟ بالظبط، يبقى الجسم ده عازل، وبما انه عليه شحنة موجبة فهو فقد عدد من الالكترونات، مفيش حاجة اسمها كسب عدد من البروتونات، يبقى الجسم عازل وفقد عدد من الالكترونات. طيب يبين الشكل المجاور نقطة ايه تبعد مسافة 6 متر عن شحنة نقطية مقدارها كذا، اي من الحسابات التالية يعبر عن او يعطي مقدار المجال الكهربي عند النقطة ايه؟ فانا دلوقتي عندي شحنة نقطية وعايز اجيب المجال بتاعها عند نقطة، فبستخدم القانون كي في كيو على ار، يبقى 9 × 10^9، وبستخدم الشحنة من غير الاشارة بتاعتها، 3 × 10^-6 كولوم، على الار تربيع اللي هي المسافة تربيع. فده كان سؤال بسيط. طيب موجة صوتية بطول موجي لندا وتردد اف بتنتقل في المياه العذبة بسرعة 1533، اي من الصفوف الجدول التالي صحيح؟ فانت عارفين ان الفي بتساوي لندا في اف. طيب هو مديني الفي وعايزنا نشوف انه لندا واف اللي صح، وبالتالي هتقسم ال 1533 على كل لندا، مرة على 3.5، مرة على 1.38، مرة على 6.3، مرة على 355، وتشوف الناتج. لو الناتج زي اللي موجود في الاختيار يبقى هو ده الاختيار الصح، فلو انت قسمت على 3.5 هيطلع لك التردد ب438، وهو ده الاختيار الصحيح. هتجرب في كل الاختيارات اللي بعدها مش هيطلع إجابة صحيحة. طيب ما هي الخاصية الفيزيائية في الصوت التي تعرف بأنها ارتفاع الصوت أو انخفاضه؟ هي حدة الصوت. طب ساق معدني مشحون بشحنة مقدارها 6.5 مايكرو كولوم، أي من التالي يعبر بشكل صحيح عن مقدار الشحنة بوحدة الكولوم؟ يبقى هو مجرد بس عايزني إن أنا أقوله إن المايكرو دوت عبارة عن 10^-6. طيب تعالوا نشوف الأسئلة الورقية. الأسئلة الورقية مفيش أسهل منها. أول واحدة عن دوبلر، بيقول لي سيارة شرطة تتحرك بسرعة ثابتة 30 متر على الثانية، يبقى هو مديني سرعة السيارة، وتطلق صافرة، فمعنى كده ان هي المصدر، فالفي اس هي ب 30 متر على الثانية، تطلق صفارة انذار بتردد 1200 هرتز، ما مقدار التردد اللي يسمعه شخص ساكن؟ فمعنى كده ان هو عايز الاف دي، وبيقول لي ان الفي دي بزيرو عندما تتحرك سيارة الشرطة باتجاهه. حلو، يبقى انا اقدر ارسم
الاتجاه الموجب بتاعي هو اتجاه الصوت من المصدر المراقب، وهي بتتحرك تجاهه، فهي بتتحرك في نفس اتجاه الصوت، وبالتالي اشارتها بالموجب. واحط القانون ادي درجة، والمعطيات ادي درجة، والتعويض ادي درجة، والناتج ادي درجة، والوحدة درجة. فعوضت ادي الاف اس، ومديني سرعة الصوت في الهواء 343 ناقص الفي دي بزيرو على الفي ناقص الفي اس، هنعوض عليها بالموجب زي ما هي عادي. طيب تاني سؤال، يظهر الشكل كرتين خفيفتين A و B مشحونتين بشحنتين متساويتين، فافهم من كده ان QA بتساوي QB بتساوي Q. اذا كانت القوة الكهربية المتبادلة بينهم 65% نيوتن، فعايز مني ايه؟ اول حاجة ارسم على الشكل سهم يدل على اتجاه القوة المؤثرة على الكرة B. طيب دي موجبة ودي موجبة، وبالتالي الـ A هتأثر على الـ B في انه اتجاه؟ اكيد تنافر، فالسهم اللي ارسمه هيكون للخارج كده. تاني حاجة عايز مقدار شحنة كل منهما، فالقوة اللي ما بينهم اللي هي الـ F، هنكتب قانون كولوم K في QA في QB على R تربيع. الـ F هعوض عنها ب65%، وادي الكي، ومديني ان الكيو اي وكيو بي متساويين، فهسمي كل واحده كيو، بعد كده كيو في كيو اللي هي كيو تربيع، هجيبها لوحدها في طرف، هضرب 65% في 25% تربيع، وهقسم على 9 في 10 أس 9، وبعد كده اخد الجذر عشان اجيب مقدار شحنة كل منهما. طيب السؤال التالت، يبين الشكل لوحين متوازيين مشحونين يبعدان عن بعضهما مسافة كذا، ومقدار المجال الكهربي بينهم ايه؟ لو مقدار الشغل المبذول لتحريك الكترون من اللوح الموجب للسالب ومديني الشغل، يبقى هو مديني دي يا شباب مسألة مجال منتظم. فأي مسألة مجال منتظم قلنا بنستخدم قانون الدلتا في بيساوي اي في دي، فهو مديني الدي ومديني الشغل. طب انا عشان اجيب الاي محتاج الدلتا في، طب اقدر اجيب الدلتا في من الدبليو وهو بيقول لي تحريك الكتروني، يعني انا عارف شحنته؟ تمام، فالدلتا في هتساوي دبليو على كيو داش، هقسم الرقمين على بعض اجيب الدلتا في، هقسم الدلتا في على الدي اجيب الاي بوحدة النيوتن على الكولوم. طيب السؤال الرابع، عند غلق المفتاح في الدائرة الكهربية المبينة في الشكل تتدفق شحنة كهربية مديني الكيو خلال زمن 2 ثانية، فهو عايز مقدار فرق الجهد. فرق الجهد بيساوي ايه؟ بيساوي اي في ار. طب هو مديني على الرسمة ان الار ب12، فانا محتاج الاي، اجيب الاي ازاي؟ السؤال اللي كان في الهيكل، ان انت تكون عارف ان شدة التيار بتساوي كيو على تي، مديك الكيو والتي تقسمهم على بعض، جبت الاي تضربها في الار، جبت الدلتا في اللي هو عايزها. طيب تعالوا نشوف سؤالين البونص. اول سؤال بيقول مقدار المجال الكهربي عند نقطة بين شحنتين نقطيتين متساويتين في المقدار ومختلفين في النوع يساوي 270 نيوتن على كولوم، ما مقدار كل من الشحنتين؟ طيب الاي اللي هو مدهاني يا شباب هي اي محصلة عند نقطة هنا. طب هي النقطة اللي هنا ديت بتتأثر بكام مجال؟ بتتأثر بمجالين، مجال الشحنة دي ومجال الشحنة دي. طيب دي شحنة سالبة فمجالها بيأثر للداخل، ودي شحنة موجبة فمجالها بيأثر للخارج، فعند النقطة دي في مجالين بيأثروا فين؟ في اتجاه اليمين، وبالتالي قيمة المجال المحصل اللي هو مدهوني هيساوي ايه؟ هيساوي مجموع المجالين دول. فالاي نت اللي هو مدهوني هيساوي الاي بتاعت الشحنة الاولى زائد الاي بتاعت الشحنة التانية. طيب مقدار المجال اللي بيتأثر بيه شحنة عند نقطة بيساوي ايه؟ كي في كيو على ار تربيع. فهنا هنشتغل شوية رياضيات وفي الاخر هعوض. عشان اوحد المقام فبضرب الاتنين دول في بعض، وبعد كده ابدأ اقسم ار واحد تربيع في ار اتنين تربيع على ار واحد تربيع، هلاقي دي راحت، هيتبقى لي ار واحد ار اتنين تربيع هضربها في اللي فوق، ولما اقسم دول على ده الار اتنين هتروح مع الار اتنين، وهضرب الار واحد فوق فيطلع لي ده.
طيب والكيو والكي الاتنين متساويين فاخدهم مشترك، فيتبقى لي ار واحد تربيع زائد ار اتنين تربيع، وابدأ اجيب الكيو لوحدها في طرف، هتساوي الاي نت في الار واحد في ار اتنين كل واحد تربيع على ار واحد زائد ار اتنين تربيع في الكي، وعوض هو مديني الاي نت ومديني مسافة الشحنة الاولى عن النقطة دي ومديني مسافة الشحنة التانية عن النقطة دي على الكي في مجموعة الشحنتين تربيع، فيطلع لي الكيو بالرقم ده. تاني سؤال كان مفيش اسهل منه، مصباح قدرته 80 واط متصل مصدر 240 فولت، عايز شدة التيار، فانا عارف قانون البي بيساوي اي في دلتا في، فالاي هتساوي بي على دلتا في اللي هي 80 على 240، طلعت الاي. تاني حاجة بيقول لي لو شغلنا المصباح لمدة 180 ثانية ايه مقدار الطاقة الكهربية المستنفزة؟ الطاقة الكهربية بتساوي القدرة في الزمن اللي انت شغلت فيه الجهاز، فالقدرة هو مديها لك والزمن 180، فهتضربهم في بعض يديك الطاقة بالجول. ربنا يوفق الجميع وان شاء الله يكون التصحيح متساهل ويدوا درجات على كل الخطوات، وبإذن الله ربنا يوفق الجميع في باقي الامتحانات، ونشوفكم على خير ورمضان كريم.